الشوط وبهذا الأداء المتميز الظبي على صدارة هذا الشوط بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، إنجاز منتاتي على مستوى المركز الثاني أيضا بنفس الشعار، شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم هذه الأسامي العملاقة في هذا الانطلاق المتميز. نتابع المركز الثالث، نتابع التسلل والتقدم والانطلاق والتحديات لزعفور لسيب بن هلال بن هلال العليلي، وعلى مستوى المركز الرابع من الجانب الآخر أرى التقدم، أرى التسلل لظن لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. نتابع المركز الخامس، نتابع المركز الخامس وأرى الشايبة تأتي خامسا لأحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان، بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس المركز السادس القدوم مع الدانة لراشد بن سعيد بن عبيد الحميري، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع، مع المركز السابع التحديات لهلا للسير بن عبيد بن عبد الله بن يميع يقدم هلا، مع المركز السابع ثامن الانطلاقات ثامن التحديات زعفران لحمد بن سير بن خيرات العامري، وعلى مستوى المركز التاسع تصل تتقدم سهرة لمحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، بينما اذا انطلقنا مع المركز العاشر، مع المركز العاشر القدوم للحذرة لعلي بن سعيد بن سليم الينيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة. هذا والرايع الصدارة والمقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام. وأرى هناك الظبي من تقود هذه الجموع، من تنطلق بناموس هذا الشوط، إنجاز مع المركز الثاني، الثنتين الثنتين بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي متابعا منطلقا بهذا التحدي المثير والرائع. شوط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر، نتابع المركز الثالث الشايبة قادمة، أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان يقدم الشايبة، مع المركز الثالث المركز الرابع التسلل لظن بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس القدوم في هذه اللحظات والتسلل مع زعفور لسيف بن هلال الأليلي من يتابع زعفور، مع المركز الخامس المركز السادس تصل زعفرانة بشعار أحمد بن سهيل من خيرات العامري، وعلى مستوى المركز السابع تتسلل سهرة لمحمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، ثامن الانطلاقات ثامن التحديات هلا للسهيل بن عبيد بن يميع يقدم هلا، مع المركز الثامن المركز التاسع شعار الحميرياتي بانطلاقة الدانة راشد بن سعيد بن عبيد الحميري، وعلى مستوى المركز العاشر شموخ العبيد بن عتيج بن زيد المهيري. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط. ولكن بدينا بالاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية، مغادرتنا للوحة الإعلان، لوحة الألف والميتين
الضبع على الصدارة، تقود هذه الجموع منذ البداية بتضيف النقطة الرابعة لهذا الشعار مع هذا الانطلاق المتميز. تاتي المؤازرة والمساندة من إنجاز مع المركز الثاني، مع المركز الثاني بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، المركز الثالث، المركز الثالث تنضم الشايبة مع المراكز المتقدمة لأحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان. واللحظات، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة المتبقية من عمر هذا الشوط، الضبي على الصدارة، إنجاز مع المركز الثاني، الثنتين، الثنتين بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. أعتقد أن الضبي، الضبي قفلت على مجريات هذا الشوط بهذا الاندفاع التلقائي، عصاها راقدة وآمنة. كذلك الضبي بدون أي تعليمات، بدون أي تعليمات، الضبي وإنجاز ما شاء الله تبارك الله، دفع ذاتي، دفع ذاتي يقدم هذا الشعار. اللحظات، اللحظات الأخيرة، الضبي وإنجاز، الضبي وإنجاز، طارت، طارت الضبي، انطلقت بناموس هذا الشوط. تهانينا، تهانينا لأبو سلطان أحمد بن سلطان الحلامي على هذا التميز في أشواط الإنتاج والمنتجين، والضبي ولحظات وصولها إلى خط النهاية. سلام، سلام، زعل سلام، اسعدت صباحا يا هاني العين بهذا الأداء المتميز اللي تقدم الضبي ولحظات وصوله إلى خط النهاية، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني إنجاز بنفس الشعار، شعار أحمد، سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. المركز الثالث الشايبة لأحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان. المركز الرابع سهرة محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي. المركز الخامس ايضا ياتي شعار مبارك بن محمد بن علي بن حيدان مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام لمراكزنا الخمسة المتقدمة. عود مع التوقيت الزمني 7:58 وخمس اجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي على فوز الضبي بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني إنجاز توقيتها الزمني 8:01 بالوفاء والتمام. تهانينا أيضا كذلك لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا متابعين الكرام، هذه لحظات وصول ثالث المراكز. الشايبة توقيتها الزمني 8:05 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن مبارك بن مرخان.